بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. وإلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم حامد بخيت من السودان في بورت سودان، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: إذا بتر جزء من أجزاء الإنسان لحادث أو مرض، هل يجب عليه أن يصلي على ذلك العضو المبتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا قطع من الإنسان الحي عضو من أعضائه فإنه يدفن ولا يصلى عليه، لأن صاحبه حي، لكن هذا العضو يدفن في مكان ولا يصلى عليه لأنه ليس له أحكام الجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وما هو القول الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ قراءة المأموم في الصلاة السرية للفاتحة أمر واجب، وقراءة غير الفاتحة الركعتين الأوليين بعد الفاتحة مستحب. أما القراءة الجهرية فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، والحمد لله. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب مالك، أنه في الصلاة السرية تجب الفاتحة على الإمام والمأموم، وأما في الصلاة الجهرية فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه. وإن حصل في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة فهذا أحسن وأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ما أدركته مع الإمام من الصلاة يعتبر أول الصلاة أم آخرها؟ ولكي يتضح السؤال، في صلاة المغرب مثلا كنت مسبوقا بركعة واحدة، هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟ الصحيح أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه أنه يكون أولها بالنسبة للمسبوق. فإذا سلم الإمام قام المسبوق وأتى بما بقي عليه من صلاته، فما أدركه مع الإمام يكون أولها، وما يقضيه يكون آخرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا يدل على أن ما يأتي به بعد سلام الإمام إتمام للصلاة وهو آخرها، وأن ما أدركه مع الإمام هو أولها. وأما رواية وما فاتكم فاقضوا، فالمراد بالقضاء هنا هو الإتمام، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. القضاء قد يطلق ويراد به الإتمام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رجل للمرأة: أنا سأتزوجك، فهل أنت تقبلين بهذا؟ فقالت المرأة: نعم. وبارك الحضور هذا الكلام، وكان هذا على سبيل المزاح، ولكن بعد فترة قال لها بعض الناس إن هذا الأمر ليس فيه هزل ومزح، وذكروا لها حديثا يقول: ثلاث أشياء جدهن جد وهزلهن جد، وهن الطلاق والزواج والعتق. هل معنى هذا صحيح؟ وإذا قال رجل مثل ذلكم القول يعتبر زواج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح: ثلاث هزلهن جد، هذه الثلاث المذكورة: النكاح والطلاق والرجعة. ولكن
ما ذكرته السائلة أو السائل من أن هذا الكلام دار بين امرأة ورجل هذا ليس عقدا، لأن العقد يشترط له وجود الولي، لا بد من شروط العقد، من شروط صحة العقد النكاح أن يكون بولي، حضور ولي وشاهدي عدل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المرأة لا تزوج نفسها، لا بد من وليها. والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا خطاب للرجال، فدل على أن الرجال هم الذين يعقدون الأنكحة لمولياتهم ولا يصح أن يعقدن لأنفسهن. فهذا الذي ذكره السائل لا يكون عقدا ولا يتم لعدم وجود الولي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أبو عبد القادر من الرياض عين قاف، يقول لي زوجة تكثر من الحلف وتقول هي كذا إن حدث كذا وهي كذا إن حدث كذا، وكثيرا ما نصحتها ولم تستجب، وجهونا حول هذا الأمر ولعلها تستمع، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يحلف بملة غير الإسلام، كأن يقول هو يهودي هو نصراني إن كان الأمر كذا أو إن لم يكن كذا، بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، أو قال عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما. الحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بهذا الكلام وأن يخرج نفسه من دين الإسلام إلى دين الكفر على صورة الحلف، لأن هذا خطير ومنهي عنه. وإذا احتاج الإنسان إلى الحلف فإنه يحلف بالله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، فهذا هو المشروع. أما الحلف بملة غير الإسلام فإنه خطير ومتوعد عليه ومنهي عنه أشد النهي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندما نتناقش في مسائل الطلاق في الإسلام تقول أنا أرى أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق، فقلت لها إن طلب المرأة للطلاق بسبب زواج زوجها محرم ولا يجوز، فقالت أنا أعرف أن الشرع يحرم هذا ولكن أرى أنها تطلب الطلاق وأنها لا بقاء لها عند زوجها إذا تزوج بالثانية والطلاق أولى لها، ماذا يرى فضيلة الشيخ في هذا الحوار؟ جزاكم الله خيرا. هذا كلام باطل، الله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة، وهذا من مصالح النساء لئلا يبقين معطلات وعوانس، فهذا من مصلحتهم أكثر من مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون ويكون عليهم مسؤولية كبيرة، أما النساء فإنه يقام بمصالحهن وبكفالتهن ولو كن متعددات، فهذا من مصالحهن، والغيرة التي بينهن لا تمنع لأن هذا فيه المصلحة، وإن كرهت النساء بطبيعتهن، لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولقوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا تزوج الرجل بامرأة أخرى لا يجوز لامرأته الأولى أن تطلب الطلاق إلا إذا أضر بها أو حاف مع زوجته الأخرى، لها أن تطلب الطلاق لإزالة الضرر عنها، أما إذا قام بالعدل وقام بحقوق الزوجة فليس للأولى أن تطلب الطلاق في هذه الحالة، وتكون آثمة لو طلبته، لما جاء في الحديث أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس أن رائحة الجنة حرام عليها، فتزوجه بزوجة أخرى هذا مما أحله الله له، فإذا قام بالعدل فإنه لا مسوغ لأن تطلب امرأته الأولى الطلاق، وإن طلبته فهي آثمة كما في هذا الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء صلاة الاستخارة قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الوارد بعد ما يسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. من تم له الحج والعمرة ولكن لم يسعى إلا مرة واحدة لكلا النسكين، هل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان عمله غير صحيح ماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد فإنه يكفيه سعي واحد لهما، يكفيه طواف واحد لهما وسعي واحد لهما، لأن العمرة تدخل في الحج وتكون داخلة في أعمال الحج. أما إذا كان متمتعا فإنه يجب عليه سعيان، سعي للحج وسعي
للعمرة، يؤدي العمرة أولا بطوافها وسعيها وتقصيرها يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويطوف له طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة للحج. فإن تركه في هذه الحالة فإن حجه يبقى ناقصا، ويجب عليه أن يؤدي السعي ولو بعد مدة ولو بعد سنين، يرجع إلى مكة ويؤدي سعي الحج ويطوف بعده للوداع، لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه وقع قبل استكمال مناسك الحج، فيطوف يسعى سعي الحج الماضي ويطوف للوداع. وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإن عليه ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وحجه صحيح إن شاء الله. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يقول شين ميم عين نون، يسأل ويقول: زوجت إحدى بناتي لرجل على أنه مستقيم ويؤدي ما عليه من واجبات، وذلك بمعرفة أحد الإخوة، ولكن بعد الزواج ظهر لنا عكس ما قيل لنا عنه قبل الزواج، ذلك لأنه لا يعرف المسجد، علما بأن المسجد بجوار بيته. وقد ذهبت إليه لأنصحه فكررت ذلك مرارا، وكان يحلف بأنه يصلي. وبعد ذلك سألت زوجته فقالت: نعم يصلي في البيت ولا يتركها، والجمعة يذهب إلى المسجد، علما بأنها قد رزقت منه 3 أولاد وبنت. فأنا الآن في حيرة، ماذا أفعل نحو هذا الشخص؟ وهل علي من شيء تجاه الله سبحانه وتعالى؟ وقد طلبت من ابنتي تركه، لكن نظرا للأولاد فإنها تتردد كثيرا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذه الغيرة وهذه البادرة الطيبة في الإنكار على زوج ابنتك، فإن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ترك واجبا عظيما عليه، واتصف بصفات المنافقين، لأن المنافقين هم الذين لا يحرصون على صلاة الجماعة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فصلاة الجماعة واجب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالخطر شديد، وهذا تارك لواجب عظيم لا يسعه البقاء والاستمرار على هذا الخطأ، فعليك بمناصحته. وما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة فقد أدى الواجب وهو أداء الصلاة، لكن ترك واجبا لها وهو حضور صلاة الجماعة، فيجب الإنكار عليه والتغليظ عليه لعله يتوب إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. كونه يحرض ابنته على مفارقته شيخ صالح، وحاله كما تفضلتم يصلي في البيت لكنه ليس بحريص على صلاة الجماعة في كل فرد، هذا راجع إلى المرأة. إذا كانت المرأة تكره هذا الشيء ولا تريد الاستمرار معه فلها حق المطالبة بالفراق، وإن بقيت معه فإنها تبقى مع الإنكار ومع تكرار الإنكار والنصيحة، وما دام يصلي ولم يترك الصلاة فالنكاح صحيح والحمد لله، ولكن هذا من باب إنكار المنكر. طيب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لكن هل يصل الأمر إلى هذا المستوى شيخ صالح؟ هذا راجع إلى اختيار المرأة، إذا كرهت البقاء معه ورأت أن النصيحة لا تجدي فيه وخشيت أيضا أن يؤثر على أولادها فلها طلب الفراق، لأن هذا نقص عظيم في دينه، ويخشى أن يترك الصلاة في يوم من الأيام، لأن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة تدرج به الشيطان إلى ترك الصلاة نهائيا، فلها الحق في طلب الفراق. وإن أرادت البقاء نظرا لمصلحة الأولاد فالبقاء صحيح، لأن النكاح والحمد لله باق ما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة، ولكن مع إنكار المنكر والاستمرار على الإنكار لعل الله أن يهديه. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، آثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يحق للمرأة أن تخاطب زوجها بالطلاق إذا كان عليه دين كثير وعندها منه عيال وتخشى أن يتوفى أو أن تتوفى هي؟ وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. ليس للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق
بحجة عليه ديونا كثيرة، فإن الديون قد ييسر الله سبحانه وتعالى لها الوفاء. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وما دام أنه قائم بحقوقها وما يجب لها عليه فليس لها دخل في ديونه وما عليه من الالتزامات. فلو فتح هذا الباب لما بقي كثير من النساء مع أزواجهن، لأنه قل من يسلم من الديون. ولكن يكون حسن الظن بالله عز وجل رائد الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خشيتها حين طالبت بالطلاق شيخ صالح، خشيتها من أن ترث هذا الدين ولها أطفال والتركة طرفها قليل، وتستشيركم أيضا. الدين ليس عليها ولا وليست مسؤولة عنه. لو توفي زوجها وعليه ديون وليست مسؤولة عن هذا الدين، إنما الدين في ذمة المدين. إن كان له تركة فإنه يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فإن الديون تبقى في ذمته. وإن تبرع أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين بسداد الديون عنه أو أحد من المحسنين فهذا شيء حسن، وتعاون على البر والتقوى وإبراء ذمة الميت المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: زوجي في بداية حياتنا الزوجية كان يقوم بجميع النوافل من العبادات، والآن بدأ يقصر، وعندما أذكره بالله أو أحثه على صلاة الليل أو صيام يومي الخميس والاثنين يقول إنه متعب ووقته كله خارج المنزل، وعندما أذكره بالديون التي عليه يقول: النية موجودة، إنني سوف أسدد ما علي من دين إن شاء الله، وتمضي الأيام والشهور والدين كما هو. هل من نصيحة عبر برنامجكم العامر؟ جزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان محافظا على الفرائض فترك النوافل أمر سهل، لا يوجب أن المرأة تنتقده في ذلك، لأن النوافل مستحبات، إن جاء بها فهي زيادة خير، وإن تركها فلا حرج عليه. إلا الرواتب التي مع الفرائض فإنه لا ينبغي تركها، وكذلك الوتر لا ينبغي تركه لا في حضر ولا في سفر. أما ما زاد على ذلك من النوافل المطلقة ومن صيام يوم الاثنين والخميس فهذا إن جاء ففيه خير كثير وهو مستحب، والمسلم بحاجة إلى العمل الصالح، وإن ترك شيئا منه فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل من جمهورية مصر العربية مقيم في المدينة المنورة يقول: إنه يبلغ من العمر 29 عاما، وقد وجد فتاة فيها جميع المواصفات المناسبة من الالتزام وعدم التضرر، فارتبط بها عاطفيا كما يقول لمدة 7 سنين، وعندما أراد الزواج منها عارض أهله جميعا، فكيف يتصرف حينئذ؟ وهل يعتبر عاقا إذا ما خالف والديه وتزوج بتلك الفتاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا مما يجب في جمع الكلمة وإرضاء الوالدين. والنساء والحمد لله كثير، إذا ترتب على زواجه لهذه الفتاة سوء تفاهم بينه وبين والديه وبين أقاربه وبين أسرته، فإن الضرر الذي يحصل في ذلك أكثر من المنفعة التي تحصل بزواجه منها، في حين أن النساء كثير والحمد لله. وجمع الكلمة مطلوب، وإرضاء الوالدين أيضا مطلوب. الله جل وعلا يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلا يحرص على تزوج بهذه الفتاة ما دام أن والديه وأقاربه معارضون في زواجه لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي رجل وكان يملك قطعة أرض، وحينئذ كتب بأولاده الذكور أكثر من نصيبهم من الميراث، ولم يكتب للبنات نصيبهن الكامل بحجة أن الأولاد الذكور قد تعبوا في زيادة المساحة واستصلاح الأرض، فهل ما فعله صحيح؟ وهل يكون قد ارتكب ذنبا؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه العدل بين أولاده بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعدل بين أولاده في العطية ذكورهم وإناثهم على حسب المواريث التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يحابي وأن يفضل بعضهم على بعض أكثر من حظ
حقه الذي فرضه الله له في الميراث لما في ذلك من الجور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.